أن هذا يوم من أسعد أيام حياتي التي أكرم في بيتي الثاني. شكرا جزيلا للإذاعة الوطنية على هذا الاحتفاء وعلى هذا يعني الحفاوة. أنا ممنون وشاكر لهم هذه اللحظة التاريخية في من حياتي. أشكر إخواني الفنانين اللي شرفوني واللي ما استطعوش يجيو اللي اكتفوا بالمكالمات كاين اللي مسافرين. قلت يوم 14 في قشت نهار عمرو منه فات ولذهان حقق للمريكة انتصار في الأوطان راعي برهان. حقق للمريكة انتصار في الأوطان راعي برهان والصحراء ذي مغربية ما فيها شك ومحمية من تطمع جزائرية فيها بالزور وبالبهتان ما تقدر تطمعها هي ما يقدر يطمعها إنسان بها عنها ملكية محرب أفكار السلطان وبصدقه وبزين النية وبنظام ورجل ضمان عمال وولات حمية تتفافى للصالح العيان للوطن والوطنية وأهل البيت الشرفة العيان وتيوتان وحمجية للملك اللي تيوتان قام الأوطان وراعية شاملها بالعدل والأحسان وبلمن شاملها هي مشمولة بالعدل والأمان وبفراد الشرطة محمية ماني محتاجة للبرهان كيف ذاك الجندرمية والجنود اللي تحمي الأوطان والبحرية والجوية هذه قالها كل إنسان عاش الملك يا حبيب السلام يا ريت مش